بسم الله، إن شاء الله ده موضوعنا الجزء الثاني من الفصل الثالث عشر، وهو تحليل وتقييم وتسعير السندات من كتاب الاستثمار في الأوراق المالية. في المحاضرة السابقة ناقشنا موضوعات تتعلق بالتعريف بالسندات، الخصائص المميزة للسند، والعائد على الاستثمار في السند. في المحاضرة دي هنكمل موضوعين بقية الفصل الثالث عشر، والموضوع الأولاني هو مخاطر الاستثمار في السندات، الموضوع الثاني تسعير السندات. مخاطر الاستثمار في السندات، هذه المخاطر ترتبط بالسمات المميزة للسند، وهي أن معدل الكوبون أو سعر الفايدة ثابت وبيتم بشكل دوري حتى تاريخ الاستحقاق، والقيمة الاسمية ثابتة وتستحق عند تاريخ الاستحقاق. من هنا بتيجي العديد من المخاطر التي تؤثر على الفائدة الثابتة من ناحية، والقيمة الاسمية التي يتم استردادها عند تاريخ الاستحقاق من ناحية تانية. واهم هذه المخاطر، حقيقة الامر هنتناول نوعين من المخاطر، وهي مخاطر أسعار الفايدة ومخاطر التضخم. أما بقية المخاطر إن شاء الله تعالى هنشوفها، أو المفترض الطالب يراجعها في الكتاب إن شاء الله تعالى. من ضمن الأنواع العديدة من مخاطر الاستثمار في السندات، هنركز هنا على نوعين من المخاطرة وهما الأكثر أهمية من المخاطر السابقة، وهما مخاطر أسعار الفايدة ومخاطر التضخم أو مخاطر القوة الشرائية للنقود. بالنسبة لمخاطر أسعار الفايدة، معروف أن سعر الفايدة على السند ثابت، وبالتالي زيادة سعر الفايدة السوق يؤدي إلى زيادة معدل العائد المطلوب على الاستثمار في السندات، الأمر الذي يؤدي في النهاية إلى انخفاض القيمة السوقية أو الحقيقية للسند. المخاطرة الثانية مخاطر التضخم، أيضا من سمات الاستثمار في السندات. أول حاجة إن معدل الفايدة ثابت، القيمة الاسمية ثابتة، بالإضافة إلى طول فترة الاستحقاق قد تصل إلى 20 أو 30 سنة، وبالتالي حدوث تضخم خلال هذه الفترة قد يؤدي إلى تآكل أول حاجة معدل الفايدة نمرة واحد، والقيمة الاسمية نمرة اتنين. فبالنسبة لمعدل الفايدة على سبيل المثال، لو كان معدل التضخم 14% ومعدل العائد على السند 13%، فالمستثمر في هذه الحالة لم يحقق أي عائد، بل إنه خسر 1% من قيمة استثماراته. أما عن أنواع المخاطر الأخرى فيمكن مراجعتها في الكتاب في الصفحات المحددة أمام حضراتكم. الموضوع الأخير في الفصل وفي المحاضرة أيضا هو تسعير السندات. للسندات العديد من القيم. أول حاجة القيمة الإسمية. القيمة الإسمية هي القيمة المسجلة على السند عند إصداره، وتظل هذه القيمة بدون تغيير حتى تاريخ استحقاق السند. القيمة الحالية أو القيمة الذاتية، وهي عبارة عن القيمة الحالية للتدفقات النقدية المستقبلية المتوقعة من الاستثمار في السند. وحقيقة الأمر التدفقات النقدية المستقبلية المتوقعة من السند بتدور حول حاجتين اتنين. الحاجة الأولانية الفايدة اللي هنحصل عليها بشكل دوري طول فترة استحقاق السند، والقيمة الإسمية اللي هنحصل عليها عند تاريخ استحقاق السنة. وأما القيمة الثالثة فهي القيمة السوقية، والقيمة السوقية ديت بتتوقف على تفاعل قوى الطلب والعرض في السوق، التي تخضع لظروف السوق وتوقعات المستثمرين وتغيرات أسعار الفايدة المتوقعة وحالة السيولة المتاحة في السوق ودرجة المخاطرة المرتبطة بالسندات. وديت هي العوامل اللي بتحدد الأسعار السوقية للسندات.
هنتناول دلوقتي النموذج العام لتقييم السند، بعد كده هنشوف طريقة أخرى لعرض تقييم السندات أو تسعير السندات. المعادلة هنا بتحدد لي إن قيمة السند بتتوقف على حاجتين اتنين، أول حاجة على الكوبون، وتاني حاجة على القيمة الإسمية، الكوبون اللي هو كاف والقيمة الإسمية اللي هو قاف ألف. أول حاجة نمسك قاف ألف. قاف ألف دي هتتحقق مرة واحدة عند تاريخ الاستحقاق، يعني عند نون سنة، وبالتالي علشان أجيب قيمتها الحالية هقسم القيمة الإسمية على 1 زائد ميم مرفوع لأس نون. ميم هنا هو معدل العائد المطلوب أو سعر الخصم المستخدم، أو ممكن الاستعادة عنه بسعر الفايدة السوق. أما بالنسبة لي قيمة الكوبون اللي هي كاف، قيمة الكوبون اللي هي كاف هتتكرر لعدد مرات معينة وهي نون مرة. يبقى في الحالة دي علشان أجيب القيمة الحالية للكوبونات، أول حاجة بفترض إن نون تساوي واحد، بفترض إن نون تساوي واحد، يعني بجيب القيمة الحالية عن الكوبون للسنة الأولى، فبقسم الكوبون بتاع السنة الأولى على 1 زائد ميم أس 1، وبعد كده بعوض بزين تساوي 2، يبقى بجيب القيمة الحالية للكوبون في السنة الثانية، بقسم الكوبون على 1 زائد ميم أس 2، وهكذا حتى تاريخ استحقاق السند. تاريخ استحقاق السند هو نون، يبقى في الحالة دي هقسم كاف على 1 زائد ميم أس نون، وأجمع القيم الحالية اللي أنا جبتها باستخدام زين تساوي 1 وزين تساوي 2 لغاية زين تساوي نون. يبقى في الحالة دي جبنا القيمة الحالية للكوبون. لو جمعنا القيمة الحالية للكوبون على القيمة الإسمية للسند هتديني القيمة الذاتية أو الحالية للسند. في حقيقة الأمر يمكن الاستعاضة بجداول القيمة الحالية عن النموذج العام لتقييم السندات اللي شفناه في الشريحة السابقة. وباختصار بسيط، حيث أن قيمة الكوبون اللي هي كاف دي عبارة عن فائدة متكررة لمدة نون سنة، يبقى في الحالة دي هنستخدم جداول القيمة الحالية للدفعة المتكررة اللي هو جدول رقم 2 من جداول القيمة الحالية. أما بالنسبة للقيمة الإسمية فهي دفعة واحدة، من أجل ذلك هنستخدم اللي هو معامل القيمة الحالية لدفعة واحدة اللي موجود في جدول رقم 1 من جداول القيمة الحالية. لو جمعنا القيمة الحالية للكوبون زائد القيمة الحالية للقيمة الإسمية هنتوصل إلى القيمة الذاتية أو الحقيقية للسند. هنا إحنا عايزين نعرف أثر دفع الفايدة على فترات أقل من سنة على تسعير السند. على سبيل المثال، لو كانت الفايدة بدل ما يتم دفعها نصف يتم دفعها سنوي، هيتم دفعها نصف سنوي. في الحالة دي هيحصل بعض التغيرات. أول حاجة بالنسبة للفايدة، الفايدة السنوية هحولها إلى فايدة نصف سنوية عن طريق إن أنا هقسم مبلغ الكوبون أو مبلغ الفايدة على 2، يبقى أنا حولتها من سنوي اللي هي كاف إلى نصف سنوي اللي هي كاف على 2. كذلك أيضا معدل العائد المطلوب أو سعر الخصم أو سعر الفايدة السوق، يبقى في الحالة دي هنقسم معدل الخصم على 2، يبقى أنا حولت معدل الخصم ميم من سنوي إلى ميم على 2 إلى نصف سنوي. أما بالنسبة لفترة الاستحقاق اللي هي نون هنضربها في 2، يبقى أنا حولتها دلوقتي من سنوي اللي هي نون إلى نصف سنوي اللي هي هضرب نون في 2. ثم بعد ذلك يتم حساب القيمة السوقية للسند بشكل عادي. معانا دلوقتي مثال
بنشرح فيه كيف يتم تحديد القيمة الحقيقية للسند أو القيمة الذاتية للسند. المثال بيقول إن في شركة بصدد إصدار سند أو بصدد إصدار سندات بقيمة اسمية 1000 جنيه للسند الواحد، معدل الكوبون 10%. الشركة بتدفع الفوائد سنويا، وتاريخ استحقاق السند 10 سنوات، معدل العائد المطلوب أو سعر الفايدة السوقي هو 10% المطلوب. حساب القيمة الحالية أو القيمة الحقيقية لهذا السند، ده أول حاجة. الحاجة التانية، لو ارتفع سعر الفايدة السوقي من 10 إلى 11%، أي بنسبة 1%، كيف يؤثر ذلك على القيمة الحقيقية للسند؟ بالعكس، في السؤال نمرة 3، لو انخفض سعر الفايدة السوقي بنسبة 1% ليصل إلى 9%، كيف يؤثر ذلك على القيمة الحقيقية للسند؟ الحاجة الأخيرة، لو تم دفع الفايدة كل نصف سنة، فهل يؤثر ذلك على فكيف يؤثر ذلك على المطلوب الأول والثاني والثالث؟ المطلوب الأولاني بيقول لي عايز يحدد القيمة الحقيقية للسند إذا كان سعر الفايدة السائد في السوق 10% ومعدل الكوبون على السند 10%. في هذه الحالة أنا مش محتاج أي حسابات، لأن القيمة الحقيقية للسند سوف تتساوى مع القيمة الإسمية للسند. ليه؟ لأن سعر الفايدة السائد في السوق اللي هو معدل العائد المطلوب سوف يتساوى مع معدل الفايدة الإسمي، يبقى في الحالة دي القيمة الحقيقية للسند تساوي القيمة الإسمية للسند. هنتناول هنا أثر ارتفاع سعر الفايدة السوقي من 10% إلى 11%، أي بنسبة 1% على القيمة الذاتية أو الحقيقية للسند. باستخدام معادلة القيمة الحالية للسند، أول حاجة بالنسبة للكوبون اللي هو 100 جنيه هيتكرر لمدة 10 سنوات. هنا أقدر أجيب ميم قاف حا دال من الجدول الثاني من جداول القيمة الحالية أمام 10 سنوات وتحت سعر خصم 11. أما بالنسبة للقيمة الإسمية فدي هتتكرر مرة واحدة، يبقى أقدر أجيب معامل القيمة الحالية لدفعة واحدة من جدول رقم 1 أمام 10 سنوات وتحت معدل خصم 11%. لو ضربت قيمة الكوبون في معامل القيمة الحالية للدفعة المتكررة، وضربت القيمة الإسمية في معامل القيمة الحالية لدفعة واحدة، وجمعت النتيجة، هنصل إلى القيمة الحقيقية للسند اللي هي هتكون 941.1 جنيه. إيه اللي بنلاحظه؟ أول ملاحظة من الملاحظات اللي عندنا، أول حاجة إن ارتفاع سعر الفايدة في السوق يؤدي إلى انخفاض قيمة السند، وبالتالي لازم هذا السند عند إصداره يباع بخصم مقداره 58.9 جنيه، اللي هو الفرق بين القيمة الإسمية والقيمة الحقيقية. الحاجة الثانية، إن ارتفاع سعر الفايدة في السوق بنسبة 1% أدى إلى انخفاض قيمة السند بمقدار 58.9 جنيه، أي بنسبة مقدارها 85%. بمعنى آخر، إن انخفاض سعر الفايدة السوقي بنسبة 1% أدى إلى انخفاض قيمة السند بنسبة 85%. وهذا الموضوع هندرسه بتفصيل أكبر في الفصل القادم إن شاء الله، تحت اسم اللي هي تقلبات أسعار السندات. بالنسبة للمطلوب الثالث، وهو عايزين نعرف أثر انخفاض سعر الفايدة السوقي من 10% إلى 9% على القيمة الحقيقية للسند. زي ما احنا
الفرق بين هذا المطلوب والمطلوب السابق ان احنا هنشيل ال 11% من المطلوب السابق ونحط 9%، ده عند معامل القيمة الحالية للدفعة المتكررة. وكذلك أيضا في معامل القيمة الحالية لدفعة واحدة هنشيل بردك ال 11% ونحط 9%. المهم عندنا إن القيمة الحقيقية للسند هنجد إنها 1064.6 جنيه. يبقى إذا هنلاحظ أن انخفاض سعر الفايدة السوقي من 10 إلى 9% أدى إلى ارتفاع القيمة الحقيقية للسند. يبقى في إذا فكرت الشركة أن تصدر سندات بمعدل فايدة أكبر من معدل الفايدة السوقي، يبقى في الحالة دي الشركة لازم تصدر هذا السند بعلاوة. العلاوة دي مقدارها 64.6 جنيه، اللي هي الفرق ما بين 1000 جنيه اللي هي القيمة الإسمية والألف 64.6 اللي هي القيمة الحقيقية للسند. الحاجة التانية إن انخفاض سعر الفايدة السوقي بنسبة 1% في النهاية أدى إلى ارتفاع قيمة السند بنسبة 6.46%. يبقى إذا وهذا الموضوع زي ما شفنا في المطلوب السابق هيتم تناوله إن شاء الله بتفصيل أكبر في الفصل القادم تحت اسم تقلبات أسعار السندات. الجدول ده بيلخص أثر انخفاض أو ارتفاع سعر الفايدة السوقي على القيمة الحقيقية للسند. فلو انخفض سعر الفايدة السوقي من 10 إلى 9%، أي انخفض بنسبة 1%، السند هيتباع بعلاوة. العلاوة دي مقدارها 64.6، نسبتها 6.64% من قيمة السند اللي هي 1000. أما إذا ارتفع سعر الفايدة السوقي من 10 إلى 11%، يبقى في الحالة دي السند سوف يباع بخصم، وهذا الخصم مقداره 58.9 جنيه، أي بنسبة مقدارها 85%. طبعا واضح إن انخفاض سعر الفايدة السوقي له تأثير أكبر من ارتفاع سعر الفايدة السوقي. انخفاض سعر الفايدة السوقي أدى إلى ارتفاع سعر السند بنسبة 6.46%. أما ارتفاع سعر الفايدة السوقي فقد أدى إلى انخفاض قيمة السند بنسبة 85%، أي بنسبة أقل. والموضوع دوت زي ما قلنا قبل كده هيتم تناوله تحت اسم تقلبات أسعار السندات. المطلوب الرابع والأخير بيدور حول أثر دفع الفايدة لفترات أقل من السنة على القيمة الذاتية أو الحقيقية للسند. فلو فرضنا إن سعر الفايدة بيتم دفعها على أساس نصف سنة، هنعمل بعض التغيرات في الحسابات. أول حاجة بالنسبة للفايدة هنقسم الفايدة اللي هي الكوبون على 2، وبعتذر هي فيه مش فيه هي كاف. بالنسبة لمعدل عائد مطلوب هنقسم معدل عائد مطلوب على 2، وبعتذر مرة أخرى إن هي عبارة عن ميم مش عين. أما بالنسبة لفترة الاستحقاق هنضربها في 2، يعني هنضرب نون في 2. يبقى بنحول الحسابات كلها إلى حسابات نصف سنوية. بعد كده بنستخدم معادلة التقييم الأساسية أو المعادلة اللي فيها معاملات القيمة الحالية باستخدام جداول القيمة الحالية للوصول إلى القيمة الحقيقية للسنة، وده أمر مطلوب للطالب أو متروك للطالب للتدريب. الحاجة الأخيرة ما ننساش زي ما تعودنا في المحاضرات بتاعتنا ان احنا
بنركز في الكتاب على التمارين المحلولة وبنرشد الطالب إلى التطبيقات اللي المفروض يحلها الطالب في آخر الكتاب. أول حاجة عندنا اللي هو التمارين المحلولة في الكتاب. عندنا تمرين محلول في الكتاب عن القيمة الذاتية للسند موجود في الصفحات المحددة أمام حضراتكم، ومطلوب نحن نشوف آخر الكتاب آخر الفصل في التطبيقات، ونشوف التمرين الرابع اللي موجود في صفحة 307. لكن الأهم من كده إن إحنا عايزين نعمل جدول نقارن فيه بين حاجتين: القيمة الذاتية للسند في حالة اختلاف معدل العائد المطلوب عن سعر الفايدة على السند، يعني لو ارتفع سعر الفايدة أو انخفض سعر الفايدة، عايزين نعرف تأثير الارتفاع والانخفاض في سعر الفايدة على القيمة الذاتية للسند. كذلك أيضا نعمل جدول نوضح فيه القيمة الذاتية للسند في حالة دفع الفايدة مرة سنويا والمرة الثانية نصف سنويا على سبيل المثال. وتذكر دايما ان احنا لازم نستخدم الآلة الحاسبة بتاعتنا عشان نتدرب على الحل ونتوصل الى نتائج سليمة تؤدي الى الامتياز بإذن الله. أشكركم وأشوفكم في محاضرة قادمة، وشكرا.